Så bara för att man inte skulle bli هيا النهارده يعني موضوع اللي هنتكلم فيه موضوع طريف وموضوع يهم الجميع. بلا شك انتوا عارفين ان احنا النهارده بنعيش في عصر اتسم بالكمبيوتر، تدخلت في كل حاجه في حياتنا وبقينا نتعامل معها بصوره يومية. الكمبيوترات موجودة، هي بتحرك التليفونات، بتحرك الموبايلات، بتحرك الطيارات، بتظبط الأعمال المكتبية، بتعمل المعاملات بتاعت البنوك، كل حاجة تدخلت فيها الكمبيوتر في حياتنا. وفي نفس الوقت قوة الكمبيوتر بتزيد يوم بعد يوم، وبالتالي إن إحنا عندنا طفرة بدأت تحدث في العشرين 25 سنة اللي فاتت، لدرجة إن في تساؤلات كثيرة جدا على موضوعات بتاعت إيه نوع الذكاء بتاع الكمبيوترز، وهل يختلف عن ذكاء الإنسان. أنا من حسن الحظ شاءت الظروف إن أنا أعرف عدد من الناس اللي بيشتغلوا في الميادين المختلفة دي، وبقابلهم وبتكلم معاهم بصورة مستمرة، وبالتالي يعني بتابع مستوى البحث العلمي بتاعهم. والحقيقة إحنا بنمر بفترة شيقة جدا، very exciting. المرة دي اللي إحنا فيها في التاريخ الإنسانية ما جاش زيه قبل كده، وانا متوقع ان في العشر 15 سنه اللي جايه هيحصل تغييرات جذريه. فانا هبدا الحقيقه النهارده، كنت هبدا بمحاضره واحده وبعدين قعدت اعد الماده، فزادت وزادت وزادت وزادت، فانتهت الاخر ان احنا اتفقنا مع عدد من زملائي في المكتبه ان احنا نعمل يوم كامل حول هذه القضيه. احنا اعتدنا على الكمبيوترات بتاعتنا و بنستعملها لكتابة، إيميلز مش إيميلز، بعضنا بنستعملها للحسابات، وبنستعملها أيضا للاتصالات. ولكن منين جه الكمبيوتر؟ أغلب الناس حتى ما يقدروش يعرفوا مين اللي اخترع الكمبيوتر وإمتى وإزاي، وبعدين إزاي اتطوروا إنهم وصلوا للشكل اللي احنا بنشوفه النهارده، وايه التوقعات المستقبليه للكمبيوترز، يعني ايه الاتجاهات العلميه اللي بتحصل في علم الكمبيوترز نفسه، وايه مستوى الذكاء بتاعهم. يعني كلنا عارفين الكمبيوترز قويه جدا وتقدر تحسب حاجات بسرعه جدا، ولكن هل ده يعادل ذكاء ولا ما يعادلش ذكاء؟ ولكن مش ده السؤال، والسؤال طب ممكن انهم يكتسبوا ذكاء والى اي درجه؟ وهل طبعا زي ما شفنا في افلام كثيره ممكن ان يبقى في خطوره حاجة زي كده؟ هي دي الأسئلة اللي عايزين نجيب عليها النهاردة قدر استطاعتنا بمراجعة البحث العلمي اللي بيحصل. ولذلك احنا قسمنا الموضوع إلى ثلاث جلسات. الجلسة الأولى اللي احنا فيها دلوقتي اللي هي من أين أتى الكمبيوتر، تانية البحث حول الذكاء الصناعي، والثالثة حول الإنسان والروبوت والمستقبل. فنبدأ من أين أتى الكمبيوترز. هبتدي من خلفيات قديمة جدا، لأن احنا طبعا احنا في مصر ولنا تاريخ مديد، فلازم نفكر في الحاجات دي، وفعلا لها استمرارية في قضية الكمبيوتينج نفسها أو الحساب، في قضية الكتابة، في قضية الاتصالات، وفي قضية الثورة الرقمية اللي حصلت في فترة معينة، وهنشرح ايه هي الثوره الرقميه، وبالتالي ازاي تضافرت التيارات دي كلها عشان توجد الثوره المعلوماتيه الاتصالاتيه اللي احنا عايشينها. وظاهره من هذه الثوره تستحق وقفه هي الانترنت. اظن كلنا حاسين النهارده باهميه الانترنت، وغيبته عننا بتخلينا نبقى عندنا شعور بانقطاع عن الاخرين. وبعدين ايه هو الذكاء الصناعي واين نبدا؟ فاذا بدانا
من أقدم ما نقدر نرجع في التاريخ إيه هي الأوريجين بتاعت الأرقام. الأرقام جاية من حاجة بسيطة جدا اللي هي الحساب. الناس بتحب تحسب، تجمع حاجات، تحسب واحد اثنين ثلاثة أربعة، ثلاث حاجات، أربع تفاحات، وهكذا. ولكن السيستم بتاع كتابة الأرقام اختلف جدا. فكان في مثلا في ما بين النهرين في العراق كان في سيستم بتاع كونيفورم رايتنج، وكان في سيستم بتاع السوميريان تيبل 6 هجمال بيس يعني على قاعدة 60. في قدماء المصريين كانوا بيكتبوا بنظام رقمي عشرات ولكن بالرموز، الأحد بالرمز ثم العشرة ثم المية ثم الألف وهكذا، بحيث مثلا لو جاء كتب 1492 تكتب بالشكل ده. الإغريق كان لهم سيستم، اثنين سيستمز معقدة. واحد بياخد حروف لأنه يمثل كلمات معينة لتوصيف أرقام، فالأم مثلا جاية من كلمة ميرياد، والميرياد ده مقصود بعشرة آلاف. ما زال بنستعمل باللغة الإنجليزية ميرياد كحاجة أرقام كثيرة جدا، يعني حاجة كبيرة قوي. هنا بقى ألفا بيتا جاما دلتا، الألفابت نفسه كانوا بيحطوا له values معينة. الرومان بدأوا بفاريانس على الجريك، كان لهم فاريانت فورمز مختلفة. إنما أول آلة حاسبة في التاريخ اللي هي الأباكس. الأباكس ده كان طريقة حساب كانت موجودة في الصين وموجودة في المناطق القديمة كلها، وموجودة في أوروبا القديمة، وموجودة في الشرق الأوسط القديم، واستمرت إلى العصور الوسطى وبداية عصر النهضة في أوروبا، لما الدخول بتاع ما يسمى بالأرقام العربية وهي أرقام هندية دخل في التعامل. والقضية دي كانت مربوطة بتواجد الصفر، فالواحد كان موجود من الأول خالص. الصفر زاد في القرن الثامن، دخل إلى أوروبا والعالم العربي. الأباكس ما زال مستعمل في حتة من الصين إلى يومنا هذا، ولكن طبعا طريقة الحساب بتاعته اتغيرت. ولكن حواريكم صورة طريفة جدا. الصورة دي معمولة بذرات، دول individual atoms، حركوهم وعملوا بيهم أباكس صغير على مستوى الذرة بالعلم الحديث عشان يستعيدوا الماضي. الحقيقة الفضل في اكتشاف الصفر بيرجع إلى الهنود، ومن الهنود المسلمين والعرب أخذوه وكتبوا عنه ما يسموه بالأرقام الهندية، ولكن الأوروبا عرفته كأرقام عربية وسمته الأرقام العربية. إيه أهمية الصفر؟ أهمية الصفر إنه بيسمح بإن الواحد يحدد خانات ويقول دي خانة أحد، يعني في غيبة الصفر ما قدرش أعمل النظام اللي احنا اعتدنا عليه. دي خانة أحد، ودي خانة عشرات، ودي خانة ميات، ودي خانة ألاف. لو أنا ما عنديش الصفر ده الرقم هيتقري 823. فأهمية الصفر إنه بيعمل place holding، أقدر أعمل place holding في base system، أقول الخانة دي فاضية وابقى عارف ان في خانه بتاعت عشرات، يبقى انا عارف ان الاثنين دي في الميات والثمانيه دي في الالاف. لو شلت الصفر مش هعرف الخانه فين، ما هو جايز ان يبقى في لو الزيرو مطرح الاثنين والاثنين مطرح الزيرو، هعرف ازاي لو ما فيش الصفر نفسه. فاهميه وجود الصفر انه ادانا هذه المقدره ان احنا نعمل بليسنج. وبدا الهنود كانوا بيكتبوا الصفر نقطه باعتبار ان الخانه دي ما فيهاش حاجه، في رمز ونقطه ورمز تاني للخانات المختلفه. وبعدين الماده دي بقى اللي مسميها دلوقتي في الغرب الارابيك نيوميرلز، زي ما قلنا اتاخدت من الهند، وبالذات الماتيريال ظهر بعد الخوارزمي على طول مع الطاشي وغيره، وحصل اقتباس له في الغرب. طريقه الكتابه اختلفت، وده الايفولوشن بتاعته مش هنخش فيها كتير جدا، من البراهمي والانديان والسانسكريت والإيست أرابيك والويست أرابيك، وما حصل في القرن الخمستاشر والقرن الستاشر، بحيث أن الأرقام اللي احنا اعتدنا عليها بنشوفها هنا والأرقام بتاعت المشرق اعتدنا عليها بنشوفها هنا هو. ودي جميع أنواع الأرقام، وأظن دول
هما الطريقتين للتعبير عن الأرقام العربية اللي احنا اعتدنا عليها. وفي المغرب كله بيكتبوا بالأرقام اللي هي اللي فوق، وفي المشرق بنكتب بالأرقام اللي هي تحت، إنما في النهاية هي نفس السيستم بتاع الأرقام. دي صورة جميلة جاية من القرن الخامس عشر في أوروبا، بيقول لك المعركة التي أثبتت إن الأرقام وطريقة الحساب بالنظام الرقمي الجديد اللي فيه الصفر أقوى من الحساب بالأباكس. فده كان يعني بيبين النقلة حصلت في القرن الخامس عشر في أوروبا. أما قضية الحساب، فأنا اكتشفت طبعا يعني إن في ناس بقى زي وزي الدكتور مجدي ناجي ويمكن الدكتور حسن وردة، ما اعرفش، انما احنا اعتدنا ان احنا عندنا حاجه اسمها سلايد رول ومش سلايد رول بتاع، واغلب الناس ما عرفوش سلايد رول دي خالص، ما شافوهاش لانهم جم ما بعد عصر الالكترونيك كالكوليترز. انما اول حساب مع وجود السيستم الرقمي بتاع العشرات ده، اول اله الحساب الميكانيكي عملها عبقري اسمه بليز باسكال في فرنسا. بليز باسكال عمل هذا الجهاز 1642، والفكرة بتاعته بسيطة جدا، انه العجل ده بيلف بالظبط زي ما احنا متخيلين، بعد ما يكمل عشر واحدة بيرجع لصفر وينقل العجل اللي بعديه بواحد. ده السيستم بتاع الآلة الحاسبة الباسكالين، انما دي آلة حاسبة ما هيش كمبيوتر بالمفهوم بتاعه. جت بعد كده اختراع اللوغاريتمات، ده واحد اسمه جون نابير. جون نابير ده هو فعلا المؤسس اللوغاريتمات. اللوغاريتمات مش هنخش في تفصيل اللوغاريتمات ايه، انما هي إيه اساسا لو بضرب كل رقم له لوغاريتم معين، لو بضرب رقمين في بعض عشان اوصل للرقم الثالث وحولتهم الى لوغاريتمات، عملية الضرب بتتحول الى جمع، وعملية القسمة بتتحول الى طرح. فدي اسهل بكتير جدا في التعامل معها، وكان في جداول لوغاريتمات كنا برضو نشتغل بيها. فطبعا لما جت الحكاية دي بقى بدأ اول تفكير في كمبيوتر بالمفهوم الحقيقي، واحد اسمه ادموند جونتر في نهاية القرن السادس عشر بداية القرن السابع عشر، حول الجداول بتاعت نابير في جرافيك سكيل. اول جرافيك سكيل كان شكله دواير كده، وأطرد فردهم وعملهم مسطرة. قيمة المسطرة دي ايه؟ هي ده السلايد رول. زمان لما انا كنت في كلية الهندسة ما بين 59 و64 كنا كلنا بنمشي بالسلايد رولز، وكانت حاجة كبيرة قوي ان واحد يبقى عنده سلايد رول، ده يعني علامة انه دخل كلية الهندسة. السكيل اللي موجود في مسطرة في النص بتتحرك كده، وفي مساطر مثبتة. السكيل ده is a logarithmic scale، ده اللي عمله أطرد ان هو فرد الدوائر بتاعت جونتر وعملها مسطرة. فكل بعمله بحط بداية العلامة على اللوغاريتم بتاع رقم، واشوف اللوغاريتم بتاع الرقم التاني، وارجع اقرأ فوق اوصل تاني للرقم اللي انا عايزه. فكان اول كمبيوتر فعلي هو بمعنى كمبيوتر ان هو it computes، بتعمل ضرب وقسمه، وبعدين من فوق وتحت هنقعد بنقيس الجذور التربيعيه والجذور التكعيبيه بتاعت الحاجه، او نرفعها للتربيع او للاصابع. كل ده مبني على اساس لسه اللوغاريتمات، ولكن النظام الالكتروني الجديد كله مبني على باينري سيستم. باينري سيستم يعني واحد وصفر، النظام الرقمي الجديد واحد وصفر. ده معناته ان احنا اعتدنا جميعا على نظام بنسميه بيس 10. بيس 10 يعني ان انت بتحسب من 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 وبعدين تنقل الى عشرات. النظام الباينري واحد وصفر وتنقل، توصل 2 تنقل كده، ده نظام الباينري وله مزايا معينه. فانا لو كتبت 7 زائد 3 يساوي 10، انا هكتبها هنا هو 1 1 1. ليه؟ ده واحد احد
وده واحد اتنينات وده واحد اربعات، يبقى اربعة واتنين واحد سبعة، وده واحد احد واحد اتنينات بقى تلاتة وزيرو مفيش في الاربعات، وهنا ده عشرة، يبقى زيرو في الاحد، وبعدين عندي واحد في الاتنينات وزيرو في الاربعات وواحد في التمانيات، يبقى تمانية واتنين بقوا عشرة. فالسيستم ده طريقة نوتيشن للكتابة، انما فكرة ان انت بتحط صفر وتنقل على الخانة اللي بعديها ما زالت موجودة. ميزة القاعدة دي ان واحد يشتغل باينري سيستم انها بتدينا امكانية ان احنا نعمل العملية الحسابية باختيار ما بين حاجتين اتنين فقط، يا زيرو يا واحد، ودي هتشوفوا بعد شوية هي اساس كل المودرن كومبيوتنج، ان انا بقدر اختار فكرة الزيرو والواحد وهي ماشية. طيب امتى انتقلنا من الحاجات التقريبية بتاعت الجهاز الى الات، زي ما كان باسكال عمل الالة بتاعته الى الات قادرة انها تضرب وتجمع وتطرح وتجيب جذور تربيعية الى اخره؟ في واحد اسمه تشارلز بابج. تشارلز بابج ده في القرن التاسع عشر عمل حقيقة مجموعة من المكنات، تاني مكنة بتاعته تعتبر في اغلب الناس بتقول عليها اول كمبيوتر حقيقي في العصر الحديث. ادي منظر مكنة بابج وعاد بنائها تاني، ودي الاولى والتانية اللي وريتها لكم، دي المكنة ديفرنس انجن الاولانية. الحقيقة المكنة كانت بتشتغل ببانشت كاردز، وفيها امكانيات انها تحرك الـ 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 العجل بتاعها، وده العرض المكتوب عليه في المتحف البريطاني، وادي المكنة التانية الكبيرة بتاعت بابج. المكنة دي بتتحرك وتعمل الحسابات اللي احنا بنطلبها بالاعتماد على نظام باينري، ودي صورته سنة 1843 لما كان بيقدم المكن ده للعالم. بس انا احب اذكر واحدة، واظن هنا في مجموعة من الشباب لازم يعتبروها استاذتهم جميعا. ادا لافليس ماتت صغيرة قوي زي ما انتم شايفين، 1815 1852، يعني يدوب كان عمرها 37 سنة يعني. إنما هي بنت الشاعر المشهور بايرون، إنما كانت أول بروجرامر، وكتبت أوراق بحثية علمية مهمة جدا على إزاي تشرح إزاي الفلسفة بتاعت مكنة بابج وإزاي بتستعمل وإزاي بتبرمج. بس تخيلوا انها ما كانتش تقدر تمضي الورقه دي باسمها، لان وقتها المجتمع كان بينظر نظره سيئه جدا ان واحده ست تشتغل في حاجه علميه، وبالتالي كان بتمضيها بس بالحروف بالانيشلز بتاعتها. ولكن المؤسسه العلميه الكمبيوتريه في العصر القرن العشرين سموا البيس لانجوج اللي استعمل في حاجات اي دي اي ادا على اسمها. أهمية بقى إن أنا بقدر أعمل العمليات كلها بصفر وواحد بيؤدي إن أنا ممكن أتفاعل مع فكرة كروت، والكروت دهيا أحط فيها خروم، يبقى في أماكن في الكروت دهيا، والكروت دي لو في لو مسدودة تبقى زيرو ولو مفتوحة تبقى واحد أو العكس زي ما أنا عايز. إنما بقدر بهذه الطريقة إني أقدر أعمل سكورينج، واستعملت في القرن التاسع عشر وأول القرن العشرين في تطبيقات صناعية كثيرة جدا. فمثلا جاكار في أوائل القرن التاسع عشر استعمل البانشت كاردز وحط المكن بتاعه ده عشان يعملوا النسيج الصناعي، بما فيه انه برمج صورته هو ده معمولة بالحرير الاسود اسود وابيض، معمولة بالكروت، وعملها على لوم وطلع منها اكتر من واحدة. يعني مثلا ما انتوا عندكم قدامكم في المدخل هنا عندنا وفي حتت كتيرة تانية في نساجون الشرقيون عاملين صورة الرئيس. طيب ما هو دي بتتعمل في نفس السجادة في حتت كتير جدا، يعني مش ناس تقعد بتنقلها، بتتبرمج ازاي؟ ما تقريبا بنفس الفكرة اللي كان جاكار بدأ بيها، ودي المكن بتاع الحسابات اللي تطور في عن طريق البانشت كاردز وغيره
في أوائل القرن العشرين 1911 أنوردز. ده الهولرت كالكوليتر. الكالكوليتر ده كان محسوب، تخيلوا الكالكوليترز اللي احنا بنستعملها واللي موجودة في الساعة والتليفون وبتاع، شوفوا كان زمان ده كل المكنة دي عشان تعمل تجمع وتطرح بس في 1908-1911. وده بقى كان يعتبر بريك ثرو. ال 1911 بوروز عملت بورتابل كالكوليتر. فالكالكوليتر المكنة بتاعت بابج كانت قد ايه، والمكنة بتاعت هولرت كانت قد ايه، دلوقتي وصلوا الى بورتابل كالكوليتر يتحط على المكتب. وبدأت مونرو 1925 وغيره بدأت الصورة اللي احنا نعرفها، وده الادفانسد ماشين حوالي 64 كان الصورة الالكترونية بدأت تبان للحساب. انما فترة انتقالية هامة جدا كانت الاي بي ام بانشت كارد في الستينات، واللي منا اشتغلوا في الكمبيوترات في الستينات وانا كنت منهم يفتكروا حكاية ان احنا كنا بنقعد على البانشر ونكتب ادي الروز المختلفة وبنحط 0, 1, 2, 3, 4, 5, 9 لغاية هنا، وبعدين الحروف تكتب برقمين يعني بالعلامة دي والعلامة دي يبقى ايه، العلامة دي والعلامة دي يبقى بي، وهكذا. وبعدين دي السيمبلز المختلفة، فالواحد كان بيقعد يبرمج من المكنة ويطلع كروت، كل كارت يمثل خط من البروجرامينج الحديث، وكنا بننظمهم كده في حاجة بنسميها الشو بوكس لانها قد علبة الجزمة تقريبا. كنا بنحط الكروت دي كلها 2000 كارت 3000 كارت اللي هو البروجرام، ونروح نقدمه في كمبيوتر، والكمبيوتر كان عبارة عن مبنى واخد دور بحاله لوحده. ده البانش كارد ماشين كنا بنشتغل عليه، وادي شكله اللي كان بيطلع الكروت المطبوعة بتاعت اي بي ام اللي شكلها كده، وبتخش على المكن الكبير. وده يعتبر بداية التطبيق التجاري للكمبيوترات. بس اغلب الناس، يعني اغلب الناس اللي هنا يمكن باستثناء الشباب اللي جاي من كلية الهندسة، ما بيستعملوش الكمبيوتر في الحساب، بيستعملوه في الكتابة، في الايميل، في الكتابة، في الوورد، في الدوكيمنتس الى اخره. وده له تاريخ تاني طبعا زي ما انتم عارفين، بدايه الطباعه في الغرب مش في الصين، بدا مع جوتنبرج، وده الموفبل تايب سيستم اللي عمله، واول برينتنج بريسز كانت بتطبع صفحه واحده، انما الفكره الاساسيه فيها ان الحروف بتتحرك. وازاي بقى انتقلنا من تايب سيتنج الى وورد بروسيسنج، هي دي النقله المهمه. التايب سيتنج هو اساسا بتاخد كل حرف على حده وبتحطه، وميزه هذا انه يعمل عمليه مكرره كتير جدا يطلعها زي بعضها. يعني ما دام ظبطنا الصفحه مره كل الطبعات هتبقى بالظبط زي بعضها، ولو في خطا في واحده هيبقى موجود فيهم جميعا. انما التايب سيتنج ما هوش مفيد لو انا عايز اعمل مسج واحد او اثنين بالكتير، لانه ده عقيم جدا بهذه الصوره. امال بعمل ايه؟ حتى دلوقتي طبعا احنا تغيرنا الى ديجيتال لترنج، انما قبل كده في نقلات حصلت ما بين التايب سيتنج والمودرن تايب رايتر. فكره التايب رايتر انه يستوضح الخط، انه بدل الخط يبقى عندنا طريقه نكتب بيها الحروف يتفق عليها الجميع وسهله في قراءتها وواضحه للجميع. فده اول التايب رايترز خالص، فكرة ان في مفاتيح للحروف، وهذه المفاتيح للحروف بتخلي الحرف المعدني يضرب على شريط فايت قدام الورقة فيعلم على الورقة بالحرف المطلوب. وده اول ما بدأ ياخد الهيئة اللي بعضنا اعتاد عليها في الالة الكاتبة. وادي الالة الكاتبة اللي هو كلاسيك تايب رايترز، اندروودز وريمينغتونز وبتاع، وكبار الكتاب زي ده جورج اورويل كان بيمشي بالريمينغتون بتاعته يكتب عليها. النهارده الكيز بتاعت التايب رايتر دي وجدت استعمال جديد مختلف. ده الكي من هنا، لما الواحد يدوس على الكي ده يطلع واحده من دول بتضرب في الحرف. ودي انا عجبتني قوي الصور دي، لان دي فيها تنبؤ بان الاي بتاعت ات اللي هي اصبحت طبعا بتاعت الايميل، بس كانت لسه وقتها الناس ما كانتش عارفه انها هتتحول بهذا المعنى دلوقتي. اللي حصل بقى حاجه غريبه جدا، ان الستات دول بالذات، لان كان تقريبا 99% منهم ستات، السكرتريز تايبنج بولز
في العشرينات والثلاثينات والاربعينات كانوا بيكتبوا بسرعة جدا، اتعلموا انهم يكتبوا بسرعة جدا، فنتيجة لكده حصل ايه؟ ان كانت المفاتيح اللي بتضرب دي بتروح ماسكة في بعضها. فاخترعوا حاجة الكيبورد ده اللي بنسميه الكوارتي كيبورد، اللي هو موجود على الكمبيوتر لغاية دلوقتي. الكيبورد ده اخترعوه عشان يبطئوهم، يحطوا الكيو في حته والاي في حته، بحيث ان الواحد ما يقدرش يزود السرعه. فالاختراع الغريب بتاع شكل الكيبورد كان محسوب انه يبطئهم، بحيث انهم ما تقعدش كل شويه تلاقي الحروف شبكت في بعضها. فاحنا ورثنا التكوين بتاعه الكيبورد دي لغايه النهارده. فلما بفتح الكمبيوتر، طب ليه موجود الكيو هنا والاي هنا والاس هنا؟ هي جايه من الحكايه دي، من الستات دول وقدرتهم الفائقه على الكتابه بسرعه، ورغبه المدير انهم يهدوهم عشان ما يحصلش مشاكل. بعد شويه طبعا تطورت العمليه دي، وزي ما قلت لكم المفاتيح المتبقيه من الكمبيوترز بيستعملوها في الجولري دلوقتي ملهاش اي قيمه حقيقيه، لان محدش بيستعمل الكمبيوترز التايب رايترز مع الكمبيوتر. نقله ما بين التايب رايتر التقليدي والكمبيوتر والوورد بروسيسنج كانت الاي بي ام سيلكتريك. الاي بي ام سيلكتريك كانت مختلفه شويه، كان سريعه جدا، كانت فيها كوره زي دي، والكوره دي بتتحط وكل ما الواحد يضرب حرف تلف الكوره وتيجي على المكان المناسب وتروح عامله الضربه. ميزه الكوره ان الواحد كان ممكن يشيل كوره ويحط كوره ويغير الفونت. فده كان ميزه الاي بي ام سيلكتريك. لما تم اختراع الاي بي ام سيلكتريك كان الواحد بيغير الفونت بانه يشيل كوره ويحط كوره. ده كله طبعا اختفى. انا عجبتني الصوره دي، حاطين ويب دبليو اي بي. النهارده طبعا كله بيستعمل الكيبورد والكمبيوتر، وبنقدر نعمل مش بس تغيير الفونت في نفس الدوكيمنت في الصفحه الواحده بتاعت الكمبيوتر، بنغير لغات كمان. يعني اللغات نفسها بتتغير في الساحه بتاعتي، والوورد بروسيسنج بيكيم ستاندرد. ولذلك في صوره عجباني هوريها لكم دلوقتي. طبعا بقينا نعتمد على الليزر ديسكس وعلى اوعيه اخرى موجوده اعتدنا عليها في الكمبيوترات الجديده. دي صوره عجبتني قوي، اللي هو مكتب بيرمي كل الاي بي ام سيلكتريكس اللي كانت موجوده عنده، اللي هي كانت تعتبر الاجهزه لم يحصل الابجريد، كله الاجهزه القديمه خلاص انتهت دلوقتي. فده الجزء بتاع الكتابه اللي هو اغلب الناس عندنا بتستعمله. فانتوا عرفتوا دلوقتي الكيبورد شكله كده ليه وجا منين واتطور ازاي. انما في خط اخر في الضفيره بتاع تاريخ الكمبيوترز، اللي هو الاتصالات. والاتصالات تبدا بالتلغراف، ثم التليفون، ثم الوايرلس والراديو والتلفزيون، وبعدين ظهور البيرسونال الكترونيك ديفايسز والتليفونات والموبايلات والسكايب وغيره. التلغراف اختراع واحد اسمه سامويل مورس في نهايه وولد في نهايه القرن الثامن عشر، انما كان اختراعه مع الفريد فيل اوف ذا مورس كود. ولذلك لغايه دلوقتي بنقول المورس كود تيت 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 تا 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 تيت 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 اس او اس. واحد لو حرف ثلاثه قصيرين ثلاثه طوال ثلاثه قصيرين، الحروف المختلفه، وادي المورس كود. فهتلاقي الاس ثلاثه قصيرين والاو ثلاثه طوال. فمثلا دي امثله بتاعت المورس كود كان بيتعمل ازاي. وده جهاز المورس كود، وكان العامل بيعمله وبيبعت على خط تلغرافي. سامي المورس طبعا اخذ ديكوريشنز كتيره جدا من العالم كله فيما بعد، ومدوا خطوط التلغراف. ومثلا ده كان جزء كبير جدا من توصيل امريكا، القاره الامريكيه، كان بوجود الخطوط بتاعت التلغراف في القرن التاسع عشر، هي اللي سمحت ان الرسائل بتنتقل بسرعه كبيره جدا. فكان من ناحيه هو لما بيعمل وصله على الكهرباء الخط بيمشي، سواء عملها طويله او قصيره بيبعت التكست، والناحيه الثانيه بيستقبلوها بنفس الطريقه ويبعتوا رد. جت الفكره طب نربط اوروبا بامريكا، فكان قضيه ان احنا نحط كابل في المحيط الاطلنطي. مما بعد حط الكابلات في كل حته،
وطبعا احنا لسه دلوقتي حاليا بنعيش مشكله الكابلات اللي تحت الميه بالفايبر اوبتكس الجديده، بس كان وقتها بيعملوها بالنسبه للترانس اتلانتيك كيبل، ودي كانت عمليه كبيره جدا. وادي المركب اللي كانت بتنزل الكابل من هنا، وادي تنزيل الكابل من المركب، وكان قضيه كبيره جدا عشان يعرفوا يربطوا انجلترا بالقاره الامريكيه. وبدات اول تلغرافات بتعدي من الناحيه الثانيه. اما التليفون فالمخترع بتاعه الكسندر جراهام بيل، واللي هو عمل امريكان تلغراف اند تليفون، وعمل اي تي تي، وعمل بيل كومباني اللي اصبحت بعد كده بيل لابز. وبيل لابز دي من اكبر المعامل في العالم، واخذت جوائز نوبل كتير جدا للعلماء اللي فيها. دي صوره بيل وهو بيتكلم في جهاز التليفون الاولي خالص، اول اجهزه التليفون اتعملت. ثم بعد كده اتطورت لهذه الصوره، والاجهزه بتاع في سماعه وفي حاجه الواحد بيتكلم فيها. هو اساسا بياخد الفايبريشنز بتاع صوت الواحد وبيحولها عن طريق ممبرين الى ذبذبات، والذبذبات دي بتنقل بالكهرباء الى مكان اخر بيستقبل الذبذبات وزي ما بتيجي في ودنك ايضا، وبيحولها الى صوت تاني على ممبرين تاني. بيل اصبح من اغنى الناس في امريكا، وله اختراعات كتيره جدا. وعلى فكره نذكر له دكتور سهير بقى هتنبسط معانا في الحكايه دي، انه ايضا اشتغل كتير قوي للمعاقين، ده هي حتى بيسموه فادر اوف ذا ديف، لانه اشتغل كتير جدا مع المعاقين. انما بدات الحكايه ان التليفون والتلغراف بقوا سوا، وبعد ما التليفون والتلغراف بقوا سوا بقت حتى عشان كده اسمها كان اسمها اي تي تي، امريكان تليفون اند تلغراف، اكبر شركه كانت في امريكا في وقتها. وادي مكتب قديم للتليفون والتلغراف، الست دي سويتش بتاع التليفون ودي بتعمل تلغراف، ادي بتاعت المورس كود من هنا وبتاعت التليفون من هنا. التليفون بدأ يتطور وبقى فيه أرقام الواحد يقدر يطلبها على طول من غير ما يعدي على سويتش ويطلب من حد، والنبي وصلني على بيت فلان، والنبي وصلني على مكتب علان، بقى فيه أرقام. الأرقام دي بدأت إزاي بقى الأجهزة؟ فبدأوا بالروتري دايلز اللي هي اللي بتلف دي، ثم شكل التليفون اتغير، إنما ما زالت التكنولوجيا بتاعته هي هي، إن احنا بنلف بالرقم نوصل لدرجة معينة. ثم استعيد عنه بالتاتش فون او الزراير، وبعدين بقى زادت العمليه، بقى في اكتر من خط وفي كونفرنس كولز وفي سبيكرز وفي مش عارف ايه الى اخره. وبعدين بقى شكله مور اليجنت والواحد يقدر يشيله، بقى ارفع. وبعدين بقى وايرلس من محطه صغيره، اقدر اخد الموبايل بتاعي او مش موبايل يعني او الوايرلس اشيله من السوكت بتاعه واتكلم في اطار محدود من المكان. انما الوايرلس كوميونيكيشن الحقيقيه مختلفه، ليها تاريخ مختلف عشان دخلت معاه في الحته دي بيخشوا مع بعض. فهنرجع تاني شويه لورا لماركوني. وماركوني اظن سمعتوا اسمه كلكم، ماركوني هو المخترع بتاع الراديو تليجراف، ويعني اعتبر عالم كبير. و1909 اخذ جائزه نوبل في الفيزيكس مع كارل فيدرين براون للشغل بتاعهم على الوايرلس. ماركوني اسس شركات كتيره جدا كانت اسمها مكاتب ماركوني، ماركوني كومبانيز في كل حته بما فيها في مصر. في بدايه القرن العشرين كانت الماركوني ده كان هو بنبعت به الوايرلس مسجز، واشتغل على بدايه الاذاعه، وده من اوائل بدايه الاذاعه سنه 1929. ده في البي بي سي، وكان واخد كونتراكت بيعمل لهم اجهزه بتسجل الصوت وتعيد بس البرنامج. فده سنه 29. الراديو بقى نفسه من العشرينات والثلاثينات بدا ينتشر فكره الراديو، وكان بدايه الراديو غريبه شويه. ده راديو قديم في بدايه القرن العشرين، يطلع الصوت في هذا البوق الضخم، والناس بتحاول انها توصل انها تاخد المحطه الى اخره. بدا يتحسن شويه بعد شويه، وصل لهذه الصوره هنا في فاكيوم تيوبز. لما دخل الفاكيوم تيوبز دي كانت خطوه كبيره جدا. والراديو بتاع هذه الفترة، شوفوا الصورة دي، ده الراديو اللي كان منتشر جدا في أمريكا في الثلاثينات. مين اللي استعمل بقى الراديو؟ زي ما بنقول بعد كده جاك كينيدي كان أول رئيس جمهورية أمريكي يستعمل التلفزيون، كان فرانكلين روزفلت. فرانكلين روزفلت أول رئيس جمهورية استعمل الراديو عشان يخاطب الشعب الأمريكي مباشرة،
وما يعتمدش زي كل الرؤساء اللي قبليه كانوا بيعتمدوا على انه رئيس الجمهورية بيكلم المحافظين والوزراء في اجتماع وهم يوصلوا الرسالة للي بعديهم واللي بعديهم يوصلوا لغاية القرى والقرى يكلموا الناس بتوعهم. فهو كان بيتصل على طول وكان له حديث اسبوعي، وده تقليد على فكرة محافظ عليه كل رؤساء الجمهورية لغاية النهاردة. انما لما عملوا الميموريال بتاع روزفلت في واشنطن حطوا هذا التمثال بتاع راجل امريكي بيستمع الى روزفلت على الراديو، نفس الراديو اللي وريته لكم في الصورة الاولانية، لان ده كان اول مرة يحصل تواصل في بلد حجمها قارة بحالها من رئيس الجمهورية مع المواطنين على طول عبر الراديو. اما التلفزيون فيؤسفني ويؤسفني ويؤسفني ان اغلب الناس مش عارفة مين اللي اخترع التلفزيون، وان هذا الجندي المجهول يستحق وقف التحية مننا جميعا. يعني اظن ما فيش حاجة اثرت فينا قد التلفزيون. اظن كلكم كنتوا تتفرجوا على الماتش امبارح. طب ما اتفرجتوا على الماتش ازاي من غير التلفزيون؟ طب مين اللي جاب لنا التلفزيون ده؟ مش نعرف مين اللي جاب لنا التلفزيون، وخصوصا انه تم على اختراعه السنة اللي فاتت 80 سنة. ده براءة الاختراع بتاع التلفزيون، وقدمت من واحد اسمه فايلو فانزورث سنة 1927، يعني 2007 كان 80 سنة بالظبط، واخذ البراءة سنة 30. ادي مستر فانزورث مخترع التلفزيون. هي بقول الراجل ده يعني مش واخد حقه في معرفة الجماهير ومحبة الجماهير اللي كلنا حبينا الانتاج بتاعه، انما ما حدش يعرفه. هو الجندي المجهول. ليه جندي مجهول؟ لانه معرفش يسوق العملية. يعني على عكس واحد زي بيل جيتس وحنشوفه بعد شوية، اللي مش بس عمل اختراع انما حوله الى شركة ناجحة جدا، فانزورث كان مخترع بس ما كانش صاحب شركات. فاللي اخد منه الاختراع جنرال سارنوف، ديفيد سارنوف، مع شركة RCA، وهي شركة RCA اللي اخدت الشهرة. وبالتالي لما طلع هو لايف تايم تكريما للتلفزيون حطوا عليه صورة سارنوف، ما حطوش عليه صورة فانزورث، لان هو كان اشترى منه براءة الاختراع. التلفزيونات القديمة واللي يفتكر دخولها في مصر سنة 61 يفتكر المنظر ده. وانتقلنا بقى لغاية الفلات بانل تي فيز اللي بتقدر تعلق زي الصور في البيوت، الى القنوات الفضائية اللي ملهاش اول من اخر، الى انتر اكتف تلفزيون، بس تلفزيوني بيجي على الموبايلات، بيجي على حاجات تانية كتيرة جدا زي ما انتم شايفين كده هوت. والتلفزيون اصبح النهاردة بدل ما كان بس الواحد بس بيقعد كده بيستمع ويجيله، لا بقى في انتر اكتف بوسيبيليتيز موجودة ما كانتش موجودة فيه. نقطة تحول اخرى هو شركة سوني لما عملت السوني ووكمان، وكانت اول مرة تطلع فكرة ان الواحد ممكن ياخد جهاز من الاجهزة الالكترونية دي ويشيلها معاه. فكرة البيرسونال ديفايس، اللي طبعا النهاردة الموبايلات احسن مثل ليها في كل حاجة، كل واحد عنده موبايل بيستعمله على طول. كانت شركة سوني بتقول لا، ان احنا لو عملنا الووكمان ده الشباب هيشتروه، هيبقى بداية جديدة، بدل ما الجهاز يبقى موجود في حتة معينة والناس تروح له، لا انا هشيله معايا واخده معايا وهسمع المزيكا وقت ما انا عايز. الاير بتاعه او السلاله بتاعه الووكمان طبعا بتوصل لغايه الايبود. الايبود النهارده ده يعني اعاده اختراع في عصر رقمي جديد لفكره الووكمان اللي كانت موجوده من زمان. الووكمان كانوا بيشيلوا شرايط ويحطوا الشريط، طبعا الايبود عنده ذاكره ضخمه بتوصل 66 جيجا وبيقدر يشيل حتى دلوقتي فيديوز وصور وغيره. والموبايلات بقى، تليفون الموبايل ده رجع تاني نعمل وصلة بقى مع اختراع التليفون، مع فكرة البيرسونال ديفايس اللي جت من الووكمان، مع فكرة الوايرلس. التلات افكار دول بيتلموا مع بعض وبيوصلوا للموبايل، والموبايلات اخذت اشكال كثيرة جدا وعملت ثورة حقيقية في التعامل، واصبح في كل مكان موجود. في النهاردة حوالي 5 مليار
موبايل في العالم ان لم يكن اكتر، وله اشكال وبتاع وزونز وكلام من ده من ناحيه الفاشن ستيتمنت، انما ايضا حتى مع افقر الفقراء اصبح له اهميه، وهنا شايفينه في اثيوبيا بيستعمل، وفي كينيا في الماساي بيستعمل الموبايل. الموبايل نقطة تحول الناس كلها، ولكن ما هوش هو الثورة الحقيقية الكبيرة جدا اللي جاية. أنا متخيل طبعا هيبقى في نيو أبليكيشنز هتيجي على الموبايل، إنما في التطور اللي بيحصل مع الكمبيوترات، وهو السكايب مثلا. عندنا فيديو كونفرنسينج بيحصل دلوقتي في العالم كله، بدأ حكاية السكايب والالترناتيف يوسز بتاعة الانترنت والفايبر اوبتكس بتحل محل شركات المحمول والاسعار الغالية جدا بتاعتها. ايه اللي خلى السكايب ده ممكن؟ ايه اللي غير مفهوم الوايرلس من ايام ماركوني النهاردة؟ هو الانترنت. الانترنت ده سيستم له تاريخ خاص. دول الفاوندرز بتوع الانترنت، بن سيرف جالنا هنا في مكتبة اسكندرية، وده بوب كان الدكتور مجدي والدكتوره نهى معايا، وهم اللي اخذوا الصوره دي ليا معاه لما كنا في المؤتمر بتاع بيتسبرغ سوا، وان شاء الله وعد انه جاي لنا السنه الجايه 2009 في اسكندريه، فهيبقى عندنا الاثنين اباء البروتوكول او البرمجه بتاعه الانترنت بروتوكول اللي هو TCP/IP. ومع الساتلايتس اللي اصبحت دلوقتي بتعمل وايرلس كوميونيكيشن، الانترنت بدا يتبني. وده شخص اخر من الشخصيات المجهوله اللي انا احب دايما ان احييها في جمع زي النهارده. ده مين؟ اغلب الناس ما تعرفوش. طبعا اغلب الناس لو وريتكم بيل جيتس هتعرفوا بيل جيتس على طول، انما ده اهم بكتير جدا من بيل جيتس. ده تيم بيرنرز لي اللي اخترع WWW واعطاها للانسانيه، وبالتالي اصبحت، هو ما زال استاذ في جامعه MIT ومش ملياردير زي بيل جيتس، ولكن اظن كلنا بنستعمل WWW الورلد وايد ويب. هو ده اللي اخترعها تيم بيرنرز لي لما كان في مكتب في مركز الدراسه النوويه اللي كان في السير. الانترنت غير حياتنا بصوره غير معقوله. اولا عبر كل الحدود بتاعت العالم في كل حته في العالم، وسمح للناس انها تتصل ببعضها بسرعه البرق، ليترالي بسرعه البرق، لانها او حتى اسرع اللي هي سرعه الضوء يعني. غير مفاهيم الصناعه، غير البانكينج، كل الثوره بتاعه الاتصالات الماليه لا يمكن واحد كان يتخيلها من غير الانترنت. الانترنت تاريخه مش كبير، يعني من 30 سنه حصل له تحول كبير جدا. اول ما بدا بالاربانات، وبعدين كان في انترنت وركينج جروب، وبعدين دول اللي كانوا ممولين في الفتره الاولى. داربا كان وزاره الدفاع الامريكي، وبعدين دخل فيها ناشونال ساينس فاونديشن، وبعدين اصبحت كوميرشال فيما بعد. التطور ده في 30 سنه ادانا الصوره بتاعه الانترنت اللي احنا نعرفها من سنه 96. اهم حاجه في السرعه الفائقه بتاع هذا التوسع. ده عدد الانترنت هوستس، وازاي انهم في حاجه و30 سنه كان في التجربه الاولى باثنين هوستس بيتصلوا مع بعض، وتحولوا الى 4 مليار هوست، 4.2 بليون هوستس ان 2006. زمانهم دلوقتي عدوا ال 5 مليار واحنا بنتكلم. اكسبلوزيف جروث ده هي معناته ان محى مفهوم الزمن. الناس بنتصل ببعض في طوكيو وفي برازيل وفي مش عارف ايه، في نفس بنبعت ايميلز لبعض على طول، نقدر نتصل مع بعض على طول. والانترنت دخل في كل حته وعمل شبكه الشبكات، ففي شبكات كلها موصله على بعضها وداخله في شبكه كبيره جدا اللي هي شبكه الانترنت. ودي صوره عجباني قوي، في قريه بعيده في جبال الانديز في بيرو، وادي يقول لكم سايبر كافيه اوبن، وعاملين العلامة بتاعة الاي والقهوة وكده، سايبر كافيه اوبن، وحاطين كاتبين اوبن هنا بالانجليزي، انترنت ات سايبر كافيه اوبن. فحتى في القرى النائية ما زال دلوقتي دخل الانترنت في كل حتة. واحنا لسه مخلصين مع الدكتور محسن يوسف وزملائه موضوع حرية التداول، وده الصورة اللي في العالم في قوانين حرية تداول المعلومات، وكلها تستعمل فكرة الانترنت
لتداول المعلومات. وزي ما انتم شايفين مصر من الدول اللي هي القانون تحت الاعداد، كنا بنناقشه في اليومين اللي فاتوا دول في مكتبه اسكندريه. اذا هذه الثوره اللي حصلت بتعمل ايه؟ النهارده ربطت الكمبيوترات المختلفه مع بعضها، ربطت مراكز البحث العلمي مع بعضها في سيستم ضخم جدا. واهم سيستم الحقيقه موجود عندنا اللي هو سيستم بتاع جيان وانترنت 2. ده سيستم سريع جدا وبيربط، ده الجزء الاوروبي منه، ولكن الجزء الاوروبي طبعا وصل على امريكا واليابان وغيره. ويؤسفني انه بالنسبه للمنطقه بتاعتنا الوصلات قليله جدا وضئيله جدا بالنسبه لحجم الوصلات الموجود في حته تانيه. يعني الفكره الاساسيه فيه ان السيستم ده بيسمح بان الكمبيوترات تشتغل جريد سيستم مع بعضها، وفي نفس الوقت انهم يتعاملوا مع قواعد معلومات ضخمه جدا زي الجينوم وغيره. الانترنت فيه صفحات كثيره جدا موجوده زي ما تتخيلوا وبتزيد كل سنه، ولكنها بتختفي ايضا. ولذلك جه واحد اسمه بروستر كيل اللي هو موجود على الشمال ده، واخترع فكره ارشيف الانترنت. ويشرفني ان يكون النسخه الوحيده لارشيف الانترنت موجوده في مكتبه اسكندريه. اصل في كاليفورنيا والنسخه الثانيه عندنا، مفيش نسخه ثالثه في العالم لسه. انا متفق مع بروستر كيل ان احنا عايزين نعمل ان شاء الله اربعه، بحيث مهما حصل في مناطق مختلفه من زلزال، من حريقه، من حرب. حرب احنا شفنا العراق حصل فيها ايه في الارشيف القومي بتاع العراق، من حريق، من ايا كان، ذاكره الانسانيه تحفظ للاجيال القادمه. وهو بدا فعلا يبني الثالثه في امستردام بس لسه ما خلصتش، والرابعه المفروض تبقى في اسيا وغالبا هتبقى في سنغافوره بس ده لسه بدايه الاتصالات فيها. فده طبعا بتحتاج لحجم مهول لتخزين هذا الكم من المعلومات عشان ناخد الصور المختلفه بتاع الارشيف. ودي موجوده في مكتبه اسكندريه وتقدروا تزوروها. ومن الحاجات الملفته ان الاعمده اللي موجوده دي، واللي احنا الحقيقه انا فخور بان الشباب بتاعنا دكتور مجدي ودكتوره نهى بقى حيوا الشباب بتوعنا اللي بيشتغلوا معاكم، انهم قدروا يوصلوا الحاجات دي كلها مع بعضها من غير تدخل خارجي. ودلوقتي بنجمع الأعمدة دي مع بعضها. ايه أهمية العمود ده؟ ان العمود ده الواحد من دول، عمود واحد من دول لو اخدت كتاب 300 صفحة وعملت له تحول رقمي، حولته الى صورة رقمية، العمود الواحد يشيل 100 مليون كتاب. ولو حطيت فيه صور بالالوان وجرافيكس يشيل 12 مليون كتاب. تخيلوا حجم الارشيف ده شكله ايه وبيكبر ازاي. واحنا الحقيقه قادرين ان احنا نجمع الاعمده دي عندنا دلوقتي. طيب يبقى دي بقى الخلفيات، ازاي وصلنا للكمبيوترات الحديثه اللي هي دلوقتي بتغير حياتنا احنا كمستعملين. كان زمان دي صوره الشباب في الجامعه لما بيروح يحاول يقرا ويدور على البحث العلمي، ودي صوره الارشيف في الحكومات، ما زال موجود في بعض الحكومات بهذه الصوره. انما النهارده ادي الاوعيه اللي بتستعمل في كل حته، بما فيها طبعا الفلاش ستيك، اليو اس بي فلاش ستيك اللي كله بيستعمله دلوقتي. ده عشان يحصل هذا المد في جزء تاني ما بنتكلمش فيه لما بنتكلم في الكمبيوتر المؤسسي اللي هو البنيه التحتيه. انفراستراكشر احتاجت الكابلات والكهرباء والفايبر اوبتكس والبرود باند والواي فاي والواي ماكس والحاجات دي كلها، دي انتشرت في كل حته في العالم النهارده. زي ما قلت لكم احنا واصلين على يمكن 6 مليار هوست دلوقتي متوصلين بطريقه. فالشبكه التحتيه دي اصبحت مهمه جدا، مش بس بنعتمد على الساتلايتس انما في شبكه تحتيه في المكتب. الكونكتيفيتي دي بقى سمحت لنا فعلا ان كل واحد في اي مكان بيقدر يوصل للعالم كله. وبقول للناس ان ذا ديجيتال فيوتشر از هير مش من بره. طب الكمبيوتر بقى الحديث كل الخيوط دي لما ندفرها مع بعضها طلع ازاي الكمبيوتر الحديث؟ بنرجع لواحد اسمه ألان تيورينج. ألان تيورينج ده شخصيه بريطانيه كان يعني عبقري لا شك حول هذا. و لما راح بلاتشلي بارك عملوا اول اجهزه لفك الشفرات الالمانيه، وهو كتب كتابات هنتكلم عنها في الارتفيشال انتليجنس بعد كده، وبنى اول كمبيوتر. وده اول كمبيوتر اللي هو كولوسس
اتبنى سنة 1944 في بلاشلي بارك في انجلترا. على طول سنة 45 في امريكا المهندسين الامريكان بنوا انياك اللي هو الكمبيوتر اول كمبيوتر امريكي. في يبقى اذا اثناء الحرب العالميه الثانيه ظهرت اول كمبيوتر. طبعا زي ما انتم شايفين الكمبيوتر الاولاني ده واخد اوضه بحالها بالكابلات بتاعتها الى اخره، وبرغم من هذا كان قدرته في الحساب وفي الذاكره ما تخشش في الساعه دي يمكن فيها اكتر قوه من اللي كان موجود في الاوضه دي كلها وقتها. إنها كان معتمد زي كولوسس على الفاكيوم تيوبز. وسنة 46 عملوا إدفاك. إدفاك ده كان أول كمبيوتر يقبل بروجرام. تانيين كانوا لسه بيعملوا نفس العملية الحسابية. هنا بقى نقدر ننوع العملية الحسابية. وحصل تطور بقى للحاجات دي لغاية ما وصلنا للآيفون دلوقتي. إنما سنة 46 زي ما قلت لكم RCA بعد الحرب العالمية الثانية سوقت للتلفزيون اللي اخذته من فايلو فارنزورث، وبدأت فكرة ان الواحد يبقى يتصل بصورة او اخرى عن بعد. سنة 47 في ثلاثة جون باردين وولتر براتين وشوكلي اخترعوا الترانزستور، ودي صورتهم سنة 48 موجودة على اليمين دي. وجون باردين على فكرة من الشخص الوحيد اللي اخذ جائزتين نوبل في الفيزيكس، والاثنين لاختراعات عظيمه جدا، الاولى لمشاركته في اختراع الترانزستور والثانيه لاشتراكه في السوبر كوندكتيفيتي بي سي اس ثيوري اللي هي اساس جزء كبير من الاشعه المقطعيه في الطب. لما نقول ام ار اي ومش ام ار اي هو برضه واخذ تو نوبل برايزز، ويز ذا اونلي وان اللي اخذ تو نوبل برايزز ان وان فيلد في الفيزيكس. الباردين الثوره بتاعت الترانزستور هي اللي عملت الكترونكس اندستري، والثانيه استعملت في ميديكال ادفانسز. ده صوره لاول ترانزستور. This is the first transistor. طبعا شكله مكعبر جدا انما هو اللي نجح، وده اللي اخذوا عليه النوبل برايز، وده اللي اخذوا عليه براءه اختراع. واساسا ان هو طبعا بيسمح بالريبليسمنت بتاع الفاكيوم تيوبز، ان احنا نعمل حاجه اسمها لوجيك جيتس هنتكلم عنها، فيها الثري برونجد ابروتش بتاع المودرن ترانزستور اللي احنا بنشوفه. وده الباتنت اللي اتقدم سنه 48 واخدوه سنه 51، لان طبعا عقبال ما بيدرسوا براءه الاختراع بدور ترانزستور بقى غير كل حاجه في هذه الصناعه. ولما بقينا نحط ترانزستورز كتيره جنب بعضها بقينا بنسميها الانتجريتد سيركتس او الاي سي، اللي هي الشيبس بتاعت انتل وبتاعت غيره، وهي عباره عن شيبس بتحط ترانزستورات كتيره جدا جنب بعضها. دول الترانزستورز بتوع النهارده. وانما في العصر الحديث المعاصر في ناس زي دكتور زينان باو بتشتغل في امريكا، انما قدرت تحط فليكسيبل بيولوجيكال ترانزستورز، اورجانيك ترانزستورز. ادي شكل الاورجانيك ترانزستورز بتاعتها، بتحط 13 مليون كريستال من دوله في البوصه المربعه، يعني 2 سنتي في 2 سنتي تشيل 13 مليون من دوله. وميزتهم دوله انهم نقدر نحطهم في الهدوم ونحطهم في حاجات ثانيه كتير قوي. ده الفليكسيبل اورجانيك ترانزستورز، دي احدث حاجات لسه ما دخلتش في السوق انما في المعامل النهارده. فانتقلنا اذا من التلفزيون المتخلف ده هون اللي كان موجود مع وجود الترانزستورز الى ان طيب بقى الشاشات والكتابه والكيبوردز ونقدر نوصل معلومات الى اخره. فبداوا يعملوا كمبيوترز. اول كوميرشال كمبيوتر سنه 51 كان اسمه اليونيفاك، وكان بهذا الحجم اللي انتم شايفينه قدامكم في الصوره دي. كان واخد اوضه بحالها في اي كوربوريشن، وبدا في استعمال الريكوردز بتاعت الكوربوريشنز. كان لسه بيستعمل الفاكيوم تيوبز، لسه ما دخلش الكمبيوترز. طبعا سنه 51 ده اللي بنتكلم عليه، والكمبيوتر اخترع 8 الترانزستور اخترع 48. انما تخيلوا الانترنال ستورج كاباسيتي بتاعته كان 1000 كلمه. يعني البتاع ده كله كان يشيل في الذاكره بتاعته 1000 كلمه بس. يعني تخيلوا دلوقتي
القوة بتاعت الحاجات اللي احنا بنتعامل معها بقت شكلها ايه لما كان الأوضة دي كلها بتشيل 1000 كلمة او 12000 حرف او كاركتر رقم يعني. كان اول كمبيوتر يستعمل ماجنتيك تيب، وكان بداية لحاجات كتيرة جدا. و 46 كمبيوتر من دول استعملتهم الصناعة الامريكية. 1964 اي بي ام عملت 360 سيستم، وده اللي انا اشتغلت عليه. اول كمبيوتر اشتغلت عليه انا كان هو ده. ده برضو ضخم جدا، استعملته الكوربوريشنز. كان بيستعمل البانشت كاردز، سيستم بتاع البانشت كاردز، وكان لسه ماشي على فكرة المين فريم. المين فريم الفكرة الاساسية ان في كمبيوتر واحد اساسي اللي هو ده، وفي وصلات عليه من اماكن اخرى. ادي حجم الفيرست مين فريم، مهول جدا طبعا. ده كله ذاكرته وقدرته الحسابيه لا تذكر بالنسبه للكمبيوترات بتاعت النهارده. لما شوفوا حجمه كان قد ايه. ودي صوره جميله جدا في شركه راند. راند بيعملوا استشراف للمستقبل سنه 1960. قالوا لهم تخيلوا هل هيبقى في كمبيوترات في البيوت؟ قالوا اه. قالوا طب هتبقى شكلها ايه؟ فده كان تصورهم للهوم كمبيوتر بتاع المستقبل. امتى؟ سنه 60. كانوا متخيلين ان لما واحد احط كمبيوتر في البيت هيبقى شكله كده. فده كان احسن ما توصل اليه خيال العلماء من اقل من نص قرن. ده الاي بي ام 360 سيستم. كان بياخد مبنى لوحده، وكان مرفوع وممنوع الدخول فيه عشان يحفظ الهيوميديتي ويمنع العفار ويمنع مش عارفين يخش فيه، ويشتغل عليه الناس اللي جوه. طبعا قدرته الحسابيه كانت ضعيفه جدا، ولكن يعتبر نقطه تحول لانه كان اول ترولي كوميرشال كمبيوتر. بدات الشركات تحط مثلا البيرول بتاعها عليه، بتحط البيرسونال ريكوردز بتاعها عليه، وهكذا. كان اول مره بقى الحكايه بدات تخش بصوره حقيقيه. سنه 64 الراجل ده عمل اختراع جميل جدا، ده برضو واحد محدش يعرفه، انما اسمه داجلاس انجلبارت. اخترع الماوس. اظن ده غير علاقتنا مع الكيبورد خالص، غير علاقتنا مع كل حاجه الماوس. وده اول ماوس اللي قدامكم، ده اول ماوس اتعمل، بروتوتايب ماوس. فكره الماوس ان الواحد يعمل كليك بالماوس بدات مع داجلاس انجلبارت سنه 64. جاك كيلبي اخترع الانتجريتد سيركت، اللي هو ان انت ازاي اجيب الترانزستورز واحطها مع بعض في حته واحده واحولها الى سيركت ذات از انتجريتد، مش اوصل ترانزستور بترانزستور بطريقه فرداني كده، لا اعملهم اصنعهم من الاول بهذه الصوره. ودي اول فيديو جيم سنه 1972. اتاري، شركه اسمها اتاري، عملت لعبه اسمها بونج. بونج دي كان في مضرب هنا ومضرب هنا، وفي كوره بتروح كده وكده، والمضرب ده يحاول يضربها، وبعدين بتعد لو عدت منك وانت بتحرك المضرب ده تبقى تعدي منها. دي كان اول فيديو جيم، كان بسيط جدا طبعا بالنسبه للحاجات اللي بنشوفها النهارده. سنه 75 ظهر اول بيرسونال كمبيوتر. كان لسه متخلف جدا زي ما انتم شايفين، ادي شكل البيرسونال كمبيوتر، انما بدا ياخد الهيئه اللي احنا اعتدنا عليها في الكمبيوترات الحديثة. ادي الكيبورد، وكان قدامه جهاز اللي هو فيه السيركتري من جوه اللي هو بنقول عليه دلوقتي انتل انسايد وغيره. 79 دخل الوكمان، وفكرة البيرسونال افكت دخل فيها. وسنة 80 اول برنامج بنقول عليه بداية الورلد وايد ويب WWW بدأت تنتشر من دي، لان دي اول مره سمح بان يبقى في هايبر تكست، يعني ان يبقى في تكست قدامي وفي كلمات هايلايتد، واعمل كليك عليها انتقل من التكست اللي ابص عليه الى تكست اخر. فاول برنامج اتعمل 1980. وفي هذه اللحظه شركات اخرى طبعا بنسينا اسمائها دلوقتي زي اوزبورن وغيره عملت كمبيوترات قابله للنقل. بقى فكره ان الواحد بعد الوكمان قالت طب ما الكمبيوترات ما ننقلها هي كمان، بس كانت البورتابل ديفايسز، اول بورتابل قد البوديوم ده كده الواحد بيشيلها يعني، كانت تقيله قوي وشنطه كبيره.
وفي 1900 في اواخر السبعينات اوائل الثمانينات الاي بي ام 5100 بورتبل انا اشتغلت عليه ده كمان كان موجود. سنه 81 الاي بي ام 5150 يعتبر الصوره بتاعت الكمبيوتر اللي احنا عارفينها النهارده. اللي هي الصوره ظهرت دلوقتي كيبورد شاشه تلفزيون والقاعده الاساسيه اللي فيها انبوت دخل فلوبي ديسكس وقتها كانت لسه فلوبي ديسكس او بتدخل ديسكس او بتوصل لك معلومات بشكل تاني وتتفاعل معها في المين فريم. ف شفتوا بقى الوايرلس والتليفون وبتاع والتلفزيون وصل الى السكرين اللي قدامنا، التايب رايتر والتايبنج وبتاع وصل الى الكيبورد بما فيه الكوارتي ليت كيو شكل الحروف موجوده زي ما هو، الوايرلس وصل بنفس الطريقه والكمبيوتنج وصل فتضفره وطلع الشكل ده اللي احنا عارفينه دلوقتي، وده منظره وكانت الطباعه بتاعته موجوده جنبه وكان بيطبع على ورق فيه خروم من الجنبين بتطلع بصوره معينه. سنه 82 83 ميتش كابور الراجل اللي قدامكم ده اخترع برنامج اسمه لوتس 123، وانا فاكر انا اشتغلت بيه، انا كنت وقتها بقى لي 10 سنين في البنك الدولي، مش تعرف ان انا عجزت يعني، كان بقى لي 10 سنين في البنك الدولي وكنت رئيس قسم وكنت بعديها بسنه كنت هبقى مدير اداره في البنك الدولي، وكان اول مره يستعمل سبريد شيت اللي هو زي الاكسل، كل الناس دلوقتي بتستعمل اكسل، ده ابو الاكسل بقى، اول ما اتعمل اكسل كان هذا البرنامج وده ابو البرنامج اللي هو ميتش كابور، وادي منظر اللي احنا اعتدنا عليه دلوقتي. دخل ثلاثة شباب صغيرين، اظن انتوا تعرفوا الراجل ده، بيل جيتس. وبيل جيتس سنة 85 عمل شركة اسمها مايكروسوفت، ذات سنة 88 عمل شركة بس انتروديوست ويندوز 1.0 سنة 85، ده نقطة تحول، نقطة فارقة في التعامل مع الكمبيوترات، ودي صورته والتعليق اللي مكتوب هنا تعليق سخيف لانه بيقول عليه انه سنة 85 بيل جيتس بدأ يبيع ويندوز، والى يومنا هذا لغاية ما هيتقاعد من شركة مايكروسوفت ما عملش حاجة غير انه يبيع ويندوز. يعني ده التعليق اللي مكتوب عليه في هذه المجلة اللي انا خدت منها الصورة. هو فعلا تمكن انه يخلي ويندوز هو السيستم اللي بيستعمل في العالم كله، وده انجاز ضخم جدا يعني مش صغير، ويعتبر انجاز مماثل اللي عمله جون دي روكفلر في بداية القرن العشرين، القرن التاسع عشر والعشرين، بيل جيتس بعديه بقرن يمثل نفس القوة بتاعت روكفلر الصناعية. طبعا احنا شايفين الاشكال المختلفة بتاعت ويندوز، ومين اللي استعمل بقى كل الحاجات دي، اول ناس استعملوا الحاجات دي بصورة كبيرة جدا، كل الملوك والبورصات اول ناس بقى بدأوا يستعملوا الكمبيوترات والقدرات التكنولوجية الجديدة بصورة كبيرة جدا، والبورصات تحولت الى هذا المنظر اللي انتم شايفينه قدامكم، والعالم كله دلوقتي بقى يستعمل الويندوز بتاعت بيل جيتس ما عدا جزء اكاديمي وجزء في الفن بيستعمله ماك، انما ابل، انما تقريبا كل الشركات بتستعمل البي سي، وده طبعا اصبح من اكثر الوجوه الناس عارفاها بيل جيتس اللي اخترعه لويندوز، وده اخر فيرجن بتاعت الاكسبلورر ويندوز. فاذا احنا مشينا من حاجات خشبيه بالشكل ده لغايه الحاجات اللي بنتكلم عنها، انما في لسه الكيلر ابلكيشنز ما اتكلمناش عنها. اهم حاجه بنلاحظها في الترندز بتاعت الفتره دي انه ثمن الكمبيوتر بيقل، السبيد بتاعته بتزيد بشكل رهيب من 25.7 الى 148.2، واكثر من هذا سوري ده عدد الكمبيوترات اللي اتباعت اللي بتتباع سنويا من 25 مليون الى 148 مليون، انما السبيد طلعت من 50 الى 3000، فالسرعه بتزيد والثمن بيقل، وطبعا الكمبيوتر بيعم في كل حته. دول الحقيقه مخترعين كبار جدا، وبصفه خاصه الراجل اللي على اليمين ده، مين ده بقى؟ علاء الشناوي لازم تبقى عارف انت، ده ستيف جوبز اللي هو اخترع ابل، الابل ماكنتوش، ده اول ابل ماكنتوش، اول ماك اتعمل، فيرست ابل ماكنتوش بورتبل كمبيوتر،
سنة 84 the first PC with a graphic interface وفي أيضا الماوس زي ما انتم شايفين موجود الماوس. الماوس كان بقاله 20 سنة مخترع إنما استعماله بصورة كبيرة ما بدأش إلا في هذه الفترة. ستيف جوبز الحقيقة مجدد في حاجات كتيرة جدا وهو اللي بيجدد كل شوية في التيار much more so عن بيل جيتس. ده الماك 128 طبعا ابو المودرن لابتوب في حاجات كتيرة جدا. انما السوفت وير سايد احنا اتكلمنا هارد وير السوفت وير سايد بدأت بقى الـ امريكا اونلاين از بورن و 92 في برنامج وشاب صغير اسمه مارك اندريسن كان عمره 24 سنة عمل برنامج موزيك كان اول برنامج يقدر يلف في الورلد وايد ويب ويلاقي الحاجات يوصلها مع بعضها وتحول موزيك الى نتسكيب وبعدين في معركة مشهورة جدا بيل جيتس استعمل ويندوز عشان يموت نتسكيب وبقى دلوقتي الويندوز اكسبلورر هو اللي بيستعمل للتعامل مع الانترنت. ياهو عملت بورتال سنة 95 واصبحت احسن طريقة والناس كانت تخش عليها على طول والباتل اوف ذا سيرش انجنز استمرت لغاية ما ظهرت جوجل. سنة 95 amazon.com was born فكرة ان الواحد يستعمل الويب ويبيع دايركتلي للناس ظهرت ظاهرة جديدة وحتى ده جيف بيسوس بتاع امازون حطوه بيرسون اوف ذا يير سنتها. سنة 98 البلاك بيري اللي فيها كومبينيشن ايميل وتليفون ظهرت ودخلت باي ريسيرش ان موشن والراجل ده مايكل لازاريديس للاسف قالوا لهم شركه اسمها ان تي بي قالت لهم ان انتوا اخذتوا الاختراع بتاعنا في السوفت وير ودفعوا 600 مليون دولار غرامه سنه 2006 عشان يستمر ولكن 2007 البلاك بيري ما زال عايش وبينتشر. جوجل سنة 99 ولد من اثنين شباب في جامعة ستانفورد اخترعوا فكرة ان تدور على انجن كانوا مسمينه باك راب الاول وبعدين سموه جوجل وده طبعا المدخل اللي احنا كلنا تعودنا عليه. وسنة 2001 ابل دخلت الايبود اللي هو عمل ثورة زي الوكمان بالظبط وبعدين ظهر في بداية القرن اللي احنا فيه ده ظاهرة جديدة اللي هي السوشيال نتوركينج. الكمبيوتر بقى ما بقاش يستعمل فقط للحاجات الحسابيه بتاعت الشركات او للريكوردز بتاعت البنوك او للبيرسونيل ريكوردز او للبيرول او للتايبنج او لا يستعمل للاتصال الاجتماعي والشبكات الاجتماعيه بدات تتبني. فسنه 2002 فرينستر ثم 2003 ماي سبيس 2004 فيسبوك اظن اغلبكم تعرفوا الحاجات دي لان دي حاجات بيستعملها الشباب كتير. فكرة فرينستر ان توصل ناس في شبكات لوحدها وماي سبيس كانت اخذت نفس الفكرة وطورتها ولكنها الديسبليست على طول الشير بتاعتها زادت بالنسبة للحاجات التانية ودي امثلة بتاعت الناس بتحط صفحاتها ازاي. فيسبوك is a social utility that connects you to people around you بتستعمل كتير جدا في حاجات كتيرة قوي واصبحت دلوقتي من اكتر حاجات اللي بتستعمل. وسنة 2005 بعد فيسبوك جاء يوتيوب. يوتيوب بقى فكرة ان يعني وصلنا بقى اللفة كلها بدل ما كانت الافلام والفيديوز بتيجي عن طريق التلفزيون كل واحد يقدر يحط الافلام والفيديوز بتاعته واي واحد يقدر يشوفها عن طريق الانترنت. سنة 2007 الابل ايفون يعتبر تكنولوجيا جديدة بتحاول تدخل كل الحاجات دي مع بعضها في شكل جميل جدا زي ما اعتدنا من الجماعة بتوع ابل انهم يقدروا يعملوا الحاجات دي. ايه اللي ظهر نتيجة الثورة الاخيرة دي؟ فيرتشوال رياليتي ووردز اللي منكم زاروا الفيستا عندنا يعرفوا الفيرتشوال رياليتي ووردز. الفيرتشوال رياليتي ووردز ممكن واحد لابس نظارة وايديه بتتحرك قدامه زي ما انتم شايفين كده. وفي نيو بزنس مودلز، نيو بزنس مودلز زي بالظبط ما هنري فورد في بداية القرن العشرين اخترع الاسمبلي وسام وولتن في نهاية القرن العشرين غير مفهوم الريتيلينج. جاء ناس زي مايكل ديل اخترعوا وسائل جديدة وبزنس مودلز جديدة تتمشى مع عصر الانترنت وديل كمبيوترز أصبحت تاني أكبر شركة بتاعت كمبيوترز في العالم. إي باي
بيير أميديار وميج ويتمن دلوقتي اخترعوا وسيلة انهم الناس تبيع لبعضها عن طريق الانترنت. جيف بيزوس قلنا على امازون. والنيو بيزنس موديل فور كونتنت جينيريشن اتعمل فكرة يونكس من ناحية برامج مفتوحة الناس تسهم فيها من حتت مختلفة. وجيمي ويلز اللي ان شاء الله هيجي لنا في جولاي ده اللي هو مخترع بتاع الويكيبيديا كلكم تستعملوها. فكرة ان 100,000 واحد يساهموا في بناء انسيكلوبيديا ما كانش ممكن انها تتواجد قبل هذا العصر وهذه الفترة. البيزنس موديل فور كونتنت ديستريبيوشن جوجل دول الاثنين الشباب لاري بيج وسيرجي برين اللي اخترعوا جوجل. واللايبريز اصبح لها دور جديد انهم كوهيرنت دومينز اوف نوليدج. واصبح المعارك على الملكية الفكرية لها مكان. ده هارولد فارمس نوبل لوريت كان رئيس الان اي اتش وحاليا رئيس لون كيترينج انستيتيوت في نيويورك وبيعمل حاجه اسمها بابليك لايبرري اوف ساينس والحقيقه جالنا برضه في مكتبه اسكندريه السنه اللي فاتت. اما الببلشرز فهيعملوا نيو ميديا ونيو وسائل توصل. وفي الكتب الالكترونيه دلوقتي بقت اوعيه جديده الواحد يتعامل معها. والنيو فورمز اوف كونتنت ديستريبيوشن كلها موجوده. النهارده ممكن فعلا ان كل هذه الماده متاحه للجميع. ف مايلستون تاني السنه اللي فاتت شركه جوجل الاثنين الشباب دول عملوها اصبحت اكبر شركه في امريكا. ماركت كابيتاليزيشن جوجل بيكيم نمبر 1 ان ذا يونايتد ستيتس السنه اللي فاتت. طب ده مودينا فين؟ مودينا الى ثوره جديده اللي هي ثوره النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي فكره ان الواحد بيعمل على النانو سكيل. النانو سكيل ده السكيل بتاع الذرات والجزيئات. يعني قعدنا نصغر 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 الحاجه. بدانا بمباني واوض وبتاع وبعدين الكمبيوترات صغرت 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 صغرت. دلوقتي بقى بنتكلم على مستوى الذره. نقدر نعمل مايكرو بروسيسورز اتشت نوت كويت ات ذا نانو سكيل انما قريب جدا. انما دي حقيقه بقى. الصوره اللي قدامكم دي حقيقيه. داخل الانبوبه دي في حاجات كده عامله زي عفار. في شويه عفار موجودين في الانبوبه في الميه دي. العفار دي كل واحده منهم كمبيوتر. العفار ده كل واحده منهم كمبيوتر. ده الحجم بتاعه 5% من المليمتر في 5% من المليمتر. يعني واحد على 20 من الملي في 21 على الملي. يعني شوف حجمها قد ايه. العفاره الصغيره دي لما تكبرها تلاقيها شكلها كده. فيها كومبليت شيب. ده اللي هي الباودر شيب بيسموها الباودر شيب لانها عامله زي البودره. الباودر شيب دي تستعمل حاليا في حاجات كتيره انما بيفكروا انهم يحطوها في الفلوس. فلو دخلوها جوه الفلوس يبقى الواحد لما يحط يدفع بالعمله بتاعته الكاشير بياخد العمله بيفوتها على سكانر. السكانر يتحقق من وجود السيركت ده جواها ولا لا. دخل في نسيج الورقه ولا لا. واذا دخل في نسيج الورقه حقيقي يبقى العمله سليمه. ده احد التطبيقات اللي بيفكروها انها تتعمل بيها. ده وريته لكم في الاول خالص الاباكس اللي معمول بذرات مختلفه. قدرتنا دلوقتي في نانو تكنولوجي نحرك ذرات كل ذره لوحدها. نيجي بعد كده النانو تكنولوجي بتعمل حاجات كتيره جدا انكلودنج بنعمل جير سيستمز في اللابز بتاعتها. بندرسها بايه؟ بالكمبيوترز. الميكروسكوبات اللي بنستعملها عشان نشوف الحاجات دي ونحرك الذرات كلها ما هياش اوبتيكال مايكروسكوبس هي ديجيتال الكترونيك مايكروسكوبس كلها. وبنقدر نعمل اريز بالشكل ده. الاريز دي على مستوى الذره الواحده ودي هتستعمل في حل مشكله بتجابه الناس. كل ما احنا بنزود قوه الكمبيوترز كل سنتين بتزيد بتتضاعف وثمنها بيقل الى النص. هل في ليميت للحكايه دي ولا لا؟ في ليميت. الليميت ده في النهايه بينتهي الى ان مهما الواحد عمل هيوصل الى ان اللوجيك جيتس بتاعته بتصغر وبتكبر بتبقى صغيره جدا والداتا بروسيست ان اكسكلوسيفلي باينري ستيت في اي جزئيه منه. فاذا في حدود مهما كانت السرعه اللي احنا وصل لها. المليونز اوف ترانزستورز اند كاباسيتورز اللي موجوده في الانتجريتد شيب بتاع الكمبيوتر دي كان بي يا كده يا كده يا واحد يا صفر. ما تقدرش تبقى حاجه ثانيه.
فده بيحط حدود على قدرتنا وفي حدود فيزيكال بالكوانتم فيزيكس محدوده على هاو ماتش وي كان باك ذم ان في السيليكون. فا although we are now doing في البليونث اوف السكند وفي بيتا فلوب كمبيوترز اتعملت دلوقتي ما بنقدرش ان احنا نوصل الى حدود هنوصل الى حدود معينه. بنعمل ايه بعد كده بقى؟ احنا وصلنا من الاباكس لباسكال لبابج للكولوسس والانياك والادفاك الى المين فريمز والبي سيز بتاعت الكلاسيكال كمبيوتنج اللي احنا فيه دلوقتي. النهارده الطريق فيه مفترق. في طريق رايح دي ان اي كمبيوتنج وفي طريق رايح كوانتم كمبيوتنج. الدي ان اي كمبيوتنج ده بيقول ايه؟ بيقول ان اذا كان في نواة كل خلية في كم هائل من المعلومات، وهذا كم الهائل من المعلومات في كل الجينوم مثلا بتاع الانسان موجود في كل خلية، سواء خلية دم او خلية عضل او خلية شعر، وان ده بيعمل ريبليكيشن لنفسه بدون اخطاء ب 3000 مليون كومبينيشن بتاعت حروف موجودة فيه، كل 20 دقيقة يكرر نفسه. هذه القدرة الفائقة اللي موجودة في هذا الحجم الصغير جدا تقارن وتضرب أي حاجة موجودة في العالم الإلكتروني بتاعنا. وأكثر من كده، لأن بتتعامل بأربع حروف مش باثنين بس، في وسائل لحل دي إن إيه كومبيوتنج مختلفة تماما. أسفني أن أقول لكم أن من الناس المتطورين جدا في هذا الميدان إسرائيل. الدي إن إيه والبايو كيمستري والمولكيولر بيولوجي تستعمل بدل السيليكون، و this is a new R&D area. وسنة 94 لينارد أدلمان عمل a proof of concept استعمال الدي إن إيه as a form of computation وحل بيه مشاكل معينة، وعمل ماشين composed of enzymes and DNAs سنة 2002 بيقال إنها تعمل 330 trillion operations per second، يعني 100,000 مرة أسرع من الفاستست بي سي. المشكلة هتبقى في برمجته إزاي؟ لأن البرمجة اللغة بتاعته مختلفة تماما، اللوجيك جيتس بتاعته مختلفة تماما عن الكلاسيكال كومبيوتنج، فعايزة بحث كتير في الحكاية دي. الدي إن إيه كمبيوتر كابل ذا إنبوت أند أوت موديول سنة 2004، وإت إز كيبل مثلا إنه يتعرف على كانسر سيلز. الهاميلتونيان باس اتحل، وفي بعض التايلينج بروبلمز اتحل، بس مش هنتكلم في التفاصيل بتاعت الحته دي. المهم فيها ان في برضه ليميتس للدي ان اي كومبيوتنج. الليميتس دي ان انواع معينه من المشاكل ما بتتحلش بسهوله فيها، او استعمال البيس بيرنج بروبرتيز ويل كريت نوفل موليكيولز اند ستراكشرز. ده الدي ان اي نانو تكنولوجي مختلف عن الدي ان اي بايو تكنولوجي. انا طبعا الحته دي مش متوقع ان اغلب الناس هتتابعها، بس يكفي ان الناس تعرف ان في حاجه اسمها دي ان اي كومبيوتنج، هتستعمل الدي ان اي كوسيله ان الواحد يعمل كمبيوترز جديده. الجناح الاخر مختلف عن الدي ان اي اللي هو الكوانتم كومبيوتنج. الكوانتم كومبيوتنج مبني على ظاهره عرفناها في القرن اللي فات، ان لما الواحد بيخش داخل الجزيئات اللي داخل البروتون والالكترون والحاجات دي بنجد ظواهر جديدة، قواعد جديدة اللي هي الكوانتم فيزيكس بتلعب دور أساسي. أول واحد قال إن في حاجة اسمها كوانتا ماكس بلانك سنة 1901، قال إن الإنرجي ما بتتحركش في كونتينيوم من زيرو إلى أي كم، لا لما توصل بتقرب من زيرو في كم ما بيقلش عنه، والكم ده اسمه الكوانتم، ده أرقام صغيرة جدا. أينشتاين زود عليه فيما بعد. الفكرة إن الإنرجي والمادة فيها ديسكريت يونتس كولد كوانتا. في ظواهر غريبة جدا في الرولز بتاعت الكوانتا صعب ان الواحد يفهمها. طبعا احنا بنتكلم على حاجات مختلفة عن تجربتنا كلها. بيقول ان البارتيكلز ار انتانجلد بحيث انهم ممكن يبعدوا عن بعض ولسه ما زال يتفاعلوا كانهم بارتيكل واحدة. وفي نفس الوقت ان ممكن في اي لحظة ان البارتيكل تاخد اكتر من بوزيشن. ويف بارتيكل دوالتي، انما تاخد اكتر من بوزيشن. دي كانت تجربة مشهورة عملوها في الكوانتيتي بتاع كوانتم كومبيوتنج، الويف بارتيكل دواليتي، ودي من الحاجات اللي اشتغل فيها عدد من الناس. انما اهم حاجة بتنتج عن هذا هو ان الواحد ممكن يستعمل فكرة بقى الكوانتم كومبيوتنج، يستعمل الالكترونات والسبين بتاع الالكترون كوسيلة انه يعمل ما يعادل الواحد والصفر في الكلاسيكال كومبيوتنج. ولكن الميزة فيها ان الماثيماتكس بتاعتها مختلفة خالص، وان ممكن الواحد يحل ان يبقى واحد وصفر والاتنين مع بعض.
دي ظاهرة غريبة جدا موجودة على مستوى الكوانتم مش موجودة في حاجة تانية. ف you can have both states simultaneously spin up و spin down at the same time. فنتيجة لكده بيحصل حاجة جديدة فهم سموها الكيوبيتس اللي هي الكوانتم بيتس. بيتس دي باينري ديجيتس اللي هي 0 1 اللي اعتدنا عليها في فبقت بيتس، وكل 8 بيتس بيعملوا بايت، تسمعوا كيلو بايت وكيلو بيت وميجا بيتس وبتاع، فده جايه من كده. فقال لك عشان الكوانتم هنسميها كيوبيتس، حاجه مختلفه خالص. اللي تعمله في الكوانتم بقى القوه بتاعتها انه لو حطيت 500 كيوبيت اشتغلوا مع بعض في اري، ال 500 كيوبيت دول بيسمحوا ان قوه الكمبيوتنج تبقى 2 اس 500. يعني على حسب الاري بيزيد بشكل رهيب جدا. This is طبعا awesome، يعني عدد الذرات اللي موجود في الكون كله اللي نعرفه ما توصلش ل 2 الى 500، مرفوع ل 500. ودي جايه من حكايه الامكانيات بتاعه انه يبقى واحد وصفر والاثنين مع بعض. دي قصه بتاعه شريدنجرز كات، وشريدنجر سنه 30 قال الازدواجيه دي يعني معناتها ان انا حاطط قطه في علبه، ما اعرفش اذا كانت القطه دي حيه او ميته الا لما اجي ابص عليها فبقدر اعرف الحكايه دي. فالكوانتم كومبيوتنج مبني على القاعدتين دول، الانتانجلمنت والسوبر بوزيشن، واتبنى فعلا كوانتم لوجيك جيتس قدامكم اهو. ده الكوانتم سويتشز اللي بدات تتعمل. والكلاسيكال كومبيوتنج بيسمح بانه يعمل حاجات، ولكن الكوانتم كوم بيسمح حاجات مختلفه خالص. بدايه الحكايه دي بدات مع واحد اسمه ديفيد دويتش في اوكسفورد سنه 84، كتب بيبر على ان ممكن واحد يعمل كمبيوتر بالشكل ده، وطلعت عليه كاريكاتيرات كتيره جدا بعد الحكايه دي. انما سنه 94 بيتر شور في اي تي ان تي، لسه كنا بنتكلم على امريكان تليفون التلغراف في البيل لابز بتاعتهم، invented algorithm could take advantage of the quantum phenomena. This could be used to crack a public key system. ايه public key system اللي هنتكلم عنه بعد شويه، اخر حاجه هقول لكم عليها في المحاضره الاولى، اللي هو كل الشفره اللي موجوده اللي بتسمح بالتعاملات الماليه على الانترنت المكشوف ده بتتبني على هذا الالجوريثم. ولوف جروفر من لوسنت او بيل لابس ديفلوب الكوانتم الجوريثم اللي يدور على الداتا بيسز الاثنين مع بعض. جيرشنفيلد سنه 96 هو ايزاك شانج ناو في المادن بتاع اي بي ام، وهو في ام اي تي، عملوا اي نيو فورم اوف كوانتم كومبيوتنج مبني على الاطباء يعرفوا الان ام ار او النيوكليير ماجنتيك ريزونانس، بيستعمل اجهزه النيوكليير ماجنتيك ريزونانس عشان يخلق مجال بتاع كوانتم رياليتي، وده ايزاك شانج اهو في ام اي تي. شانج وجرشنفيلد طوروا الان ام ار ميثود دهيا، وذي بروفد ان التجربه تبقى ناجحه، فهي عملوها باثنين كيوبيتس بس. يعني بس، ولكن it's a proof of concept. It does work. اثبت ان it can be done. ده بروتوتايب للكوانتم كمبيوتر في انسبروك. طبعا شكله مش ما يشجعش قوي، يعني احنا وصلنا شوف الايبود والبتاع والحاجات الواجهه والحاجات الصغيره، وبنقول الكوانتم هيبقى اقوى من اي حاجه ثانيه ويبقى بهذا الشكل. بس انا افكركم ان ده بيبني مبني على الايون ترابس اللي انتم شايفينها هنا، دي الرسمه بتاعتها، وده الاريز بتاعتها، وده الشكل اللي ممكن توصل له، والنتس اللي هتتعمل له. الانورمس انكريس ان باور دي هتيجي من هذه البدايات. السؤال بقى هنعمل ايه بهذا الكم الهائل من القوه؟ اول حاجه كومبلكس ماتيماتيكال مالتي دايمنشنال بروبلمز عشان نحل معادلات بتاعه اشكال من هذا النوع. This is a Calabi-Yau manifold موجود في البارتيكل فيزيكس والسترينج ثيوري، وهذا ميقات تفتكري اد ويتن وزملائه كومبرون فابا والجماعه الجم كانوا بيشتغلوا في حاجات زي كده لما كانوا عندنا هنا، وده طلع على كلاف ساينتفك امريكان. والفاريشنز ان سترينج ثيوري كلها بتحتاج للكمبيوتيشنز ده هنا عشان نعمل مالتي دايمنشنال سبيس او انكريبشن. ايه الانكريبشن بقى؟ الانكريبشن ده مبني على حاجه بسيطه، بتاخد ارقام بنسميها برايمز اللي هي رقم غير قابل للقسم على اي حاجه ثانيه، وتضرب اثنين في بعض وتطلع رقم ثالث. هذا الرقم الثالث هو البابليك اكسس. لو الواحد ما يعرفش الرقمين دول هيعرف ده ازاي؟ طبعا كده ان اضرب الرقمين سهل، انما لو اديتك الرقم ده وقلت لك اعمل له فاكتورايزيشن طلع لي ايه هم الرقمين اللي مضروبين في بعض يطلعوا هذا الرقم، ده اصعب بكتير.
انا اطلع منه الرقمين دول. تخيل بقى الرقمين دول انا هكتب 4300 و4400، تخيل بقى ان كل رقم من الاثنين دول 120 ديجيت، 120 ديجيت مضروب في 120 ديجيت، مين هيقدر يعمل له فاكتورايزيشن؟ لو عملته على كمبيوتر كلاسيكي هيقعد 1000 سنه عشان يوصل للفاكتورايزيشن بتاعته. فعشان نحلها this is the base of modern encryption. مشكله بقى انه لو نقلت مثلا to factor a 250 digit number، الناتج 250 ديجيت بالنسبه ل 130 ديجيت، المشكله بتاعت ال 250 اصعب بقد ايه بالنسبه للكمبيوتر الكلاسيكي؟ تقريبا 1 مليون تايمز. بالنسبه للكوانتم كمبيوتر اربع مرات بس. It's a four times bigger problem. فكل ده الكمبيوتنج باور ده هيبقى في ايدينا في ظرف سنوات قليله جدا. السؤال المطروح هنترجمها ازاي من حساب الى ذكاء، ومن ذكاء الى الات؟ هذا هو السؤال، ازاي كل الكلام ده بقى هيتحول الى ذكاء والى روبوتس؟ وده موضوع محاضرة اللي جايه، وشكرا لكم.